القمة التشاورية 16 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي تعقد اليوم في جدة. القوات العراقية أحبطت هجوماً شنه تنظيم داعش ضدها جنوب مدينة الفلوجة. منظومة الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخاً باليستياً فوق محافظة الجو. ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يشيد بخدمات السعودية للحجاج ويرفض تسييس شعيرة الحج. قوات سوريا الديمقراطية تقدمت نحو مدينة الطبقة الاستراتيجية غرب الرقة فيما يحاول داعش الانسحاب جنوباً. حركة طالبان قامت بإنزال ركاب من حافلات شمال أفغانستان وقتلت 16 على الأقل فيما احتجزت آخرين كرهائن. حركة حماس نفذت حكماً بإعدام 3 مدانين بجرائم قتل في قطاع غزة. مفوضية اللاجئين قالت إن نحو 3700 شخص فروا من الفلوجة منذ بدء الجيش حملة للسيطرة على المدينة. ارتفعت أسعار النفط الأمريكي منذ بداية الصيف فيما تراجعت أسواق الوقود العالمية لزيادة إنتاج الشرق الأوسط. وقعت شركة الخدمات النفطية الفرنسية تكنيب اتفاقاً ب$500 مليون مع كونسورتيوم لتجديد منصة نفط في ليبيا. أكدت دراسة أمريكية أن المرضى يمتثلون بشكل أفضل لأوامر الأطباء بشأن أدوية الكوليسترول بعد النوبات القلبية.